معاكي في مشوار زي ده يا واطي يا بنت الكلب. عايز تعرف انا مين؟ انا واحدة مشبوهة. ابن اللذينة ده تلاقيه ماسك عليها مصايب ولازم راحة زي ما عامل معانا كلنا. ترجع تاني في طفشانك مني في الشوارع زي ما تيجي فوق السبعين. هو انا شفت حضرتك قبل كده؟ لو لقوني جثة تحت رجليك ممكن ما اعرفوش. مهزلة انسانية بمعنى الكلمة. مش لاقية كلمة اوصفها ولا اشرح اللي فيها. هي دي مصر يا اخوانا. هي دي مصر اللي طول عمرنا بنتباهى بالامن والامان اللي فيها. هي دي مصر اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ده احنا قلبناها غابة استوائية، مجزرة للبشر، سلخانة للارواح. ناس رايحة تحضر جلسة ذكر، حضرة من الحضرات الصوفية، رايحين يدعوا ربنا يخفف عنهم العذاب والضنك والغلا والكوى والحال المايل اللي احنا عايشينه في البلد في الايام السودة دي. لا رايحين يتظاهروا قصاد الاتحادية، ولا وقفوا قصاد مجلس الشعب، ولا مجلس الوزراء، ولا عملوا مظاهرة قدام باب مصنع. ما مدوش ايدهم غير للي خلقهم وخلق الحكومة. فجأة اتفتحت عليهم نار جهنم، اتصفى منهم 12 بني آدم غير الإصابات الخطر، وده كله بعد هجوم قوات الأمن عليهم بربع ساعة. أنا لا بتهم الداخلية ولا غيرها، بس لا شك إنه في تقصير أمني فظيع. مين اللي هيجيب حقه؟ مين؟ لو الداخلية مش مسؤولة عن القتلة والسفاحين اللي عملوا الجريمة البشعة دي، هنجيب حقهم إزاي؟ نستنى بقى، يمكن ربنا يعمل معجزة من عنده وهم يرجعوا الدنيا وياخدوا حقهم بنفسهم. كل الجثث اللي كانت عندنا جم أهليهم استلموهم إلا جثة الراجل ده، تعرفيه؟ بكر مش ممكن باش. كل الناس عارفه بس كان منسى. حتى بعد ما مات كل الناس نسيته. يا عيني عليك يا بكر، جيت الدنيا غلبان وهتخرج كمان غلبان. لا ليك حد يقف ياخد عزاك ولا حد. ولا حد. يا بكر يا بكر. شيخ ايه وزفت ايه؟ ما انت عارفه كويس قوي ان كل ده كده، وان النصاب اللي ميت جوه ده انا اللي لبسته العمه وقدمته للناس. وهو ربنا خده وريحك من بلاوي، وانت كمان ارتحتي وشميتي نفسك وبصي ايديكي وش وضهر، بدليل ان مفيش دمعه واحده نزلت من عينك ولا حسيت بيكي وسط المذبح. صح؟ انت عايزه مني يا ست صباح؟ ما تسيبيني في حالي بقى. مقدرش اسيبك في حالك يا هوانده. ليه بقى؟ لان وجودك معايا بالمنظر ده خطر. هو صحيح ربنا من علينا بمعجزه وخلصنا من النصاب، لكن انا متاكده كويس قوي ان الداخليه لسه بتشمشم على اي حد من ريحته. الداخليه ما تعرفش اي حاجه عني. شيء شرفك اذا كانوا يا حلوه قدروا يعرفوا ان الخواجه بتاعك هو نفسه الشيخ رضوان بعد ما لبس العمه بيوم واحد. مش هيقدروا يوصلوا لبقية العصابة بتاعته، والأخوان اللي دخلوا علينا دبحونا كلنا عشان يخلصوا منه، دول بقى لو شموا إن هو لسه بقيله ديل هيقطعوا. ماشي أنا همشي ومش هتشوفي وشي تاني ليوم الدين. تعالي هنا. أنت رايحة فيه؟ عايزة مني إيه تاني؟ مين قالك إن أنا جاي أطلب منك إنك تمشي وتسيبيني؟ لا إله إلا الله. أنت مش لسه حالا قايلة إن قعدتي معاكو خطر عليكم؟ أنا قلت إن قعدتك معانا بالمنظر ده خطر عليك. بالمنظر ده يعني إيه؟ اسمعيني يا هوانتا، أنا حاسة بيكي كويس قوي ومصدقة توبتك ورجوعك للمولى عز وجل، وعارفة كمان إنك رجعتي بيتي وقعدتي فيه لأن هو ده المكان الوحيد اللي فوقك من ضلال الدنيا وحسيتي فيه بنور المولى عز وجل. أيوه، بس ظهر ان الدنيا لسه طمعانه فيا ومستكتره عليا نور ربنا ده. العكس،
انت هو اللي ربنا يختاره ويشاور عليه، فيش طاني يقدر يرجعه تاني. تقصدي ايه؟ اقصد ان اللي ربنا من عليه بالنور ده كله ما اقدرش ابخل عليه بالعهد والولايه. يا ست صباح، انت عارفه ان انا لا عايزه ولايه ولا خلافه. مش بكيفك، ده تكليف، اشاره تكليف ولازم تتقبل. والناس الغلابه اللي بايتين بره على رصيف المستشفى دول من حقهم يعرفوا ان شيخهم ما خليش بيهم، وان قبل ما يموت ويسلم روحه سلمك العهد والولايه. اللي انت بتقوليه ده انت عارفه كويس. انا وانت عارفين، لكن اللي بره دول ما يعرفوش حاجه، وما ينفعش نقطع فيهم الامل ولا نيأسهم من حياتهم. باننا نخدعهم بالكذب زي ما انت خدعتيهم بادب ولبستيها عمه الشيخ رضوان. لا يا ست صباح، انا مش هكذب على الناس ولا هسحبهم تحت رجلي بحجه الهدايه. اللي ربنا كاتب له الهدايه لا محتاج شيخ ولا طريقه، هيحصل لهم زي اللي حصل لي بالظبط. يا حويدة علي، الله يرضى عليك، انا دارتك بمعجزه من عيون النيابه لما طلبوا مني شهود الحادثه. اوعي تكوني فاكره انك لما تقعدي في بيتي ده هيحميكي من الحكومه. انا لو عايزه احمي نفسي كنت حميت نفسي بفلوسي مش بالقعده عندك. انا شايله فلوس تسد عين الشمس، بس مش حلمس منهم مليم واحد. يا ست صباح خلاص، انا راضيه بنصيبي، ولو الحكومه قبضت عليا وحطت رقبتي تحت المشنقه اطمني، انا لا هجيب اسمك ولا هجيب اسم انت.